يا مساء الفل على حضراتكم. مين كان يتخيل فينا واحنا بنبدأ سلسلة الحلقات اللي بقدمها انا وزميلي الاستاذ توت واحنا بنتكلم على ملفات المستقبل، ان المستقبل ده قريب قوي، يعني قريب بشكل اللي هو ممكن بكرة بعد بكرة بعد اسبوع ممكن يحصل تغير جذري في كل حاجة. احنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن مستقبل الوظائف في العالم، وقلنا انه الذكاء الاصطناعي هيحل محل البني ادمين في كثير من الوظائف، وان الروبوتس بشكل عام هتحل برضه محل البني ادمين في كثير من الوظائف. قلنا الكلام ده من حوالي سنة. تخيلوا واحنا بنتكلم النهارده طلعت ثورة في العالم كله، دلوقتي كل الناس بتتكلم عنها، اسمها الشات جي بي تي. الشات جي بي تي دي تقنية خاصة بالذكاء الاصطناعي، بنقدر ندخل نسأل سؤال. عادة احنا متعودين في جوجل بنسأل سؤال وبيطلع لنا اجابات من لينكات مختلفة، من جرايد، من مواقع رسمية، من غيره، وانت بتقعد بتعمل بحثك وبتتأكد من المعلومات دي او بتشوف او بتكون رؤية او صورة. الاخ بقى شات جي بي تي تحديدا عامل حاجة غريبة جدا، انت بتسأله سؤال فهو اللي بيقوم بدور الباحث عن المعلومة وبيقدم لك معلومة، عاوز اقول لحضراتكم معلومة يعني دقيقة جدا. هديكم مثال، انا سألته عن احمد فايق فدي كانت اجابته. وسألته عن برنامج مصر تستطيع فدي كانت إجابته. الأخ شات جي بي تي زي ما حضراتكم شايفين قد ايه اجابته دقيقة جدا، كأنه راجل باحث ودخل ودور وراح في الشبكة العنكبوتية وراح لكل وسائل التواصل الاجتماعي وعمل البحث وجاوب لك الاجابة بسرعة، ودي كانت بدايته. النتيجة بقى بعد سنة ولا اتنين ولا 10 سنين هتوصل بينا لايه؟ ده تغيير ثوري وجذري في العالم كله. في جزء كده هقول لحضراتكم عليه اللي ليه علاقة بالابليكيشن اللي عمله احد الباحثين للكشف عن ان الاجابات دي شات جي بي تي ولا لا. الابليكيشن ده هو يخص الاوساط العلمية تحديدا، لكن في الحياة العامة مش هيفيد. لكن واحد بيعمل ماجستير او دكتوراه فقرر انه يسرق من خلال شات جي بي تي بيعمل الرسالة بتاعته، هنا الابليكيشن ده بيقول له لا انت سرقت. لكن استخدام الشات جي بي تي في حياتنا الابليكيشن ده لا يمكن يوقفه. انا بقول لحضراتكم كلام واضح وصريح ولا ايه يا استاذ توت؟ مساء الفل، ازيك يا توت الاول؟ اهلا يا فايق، وحشتني جدا المره دي. اشمعنى يا عم المره دي؟ ما انت على طول مأجز ومكسل وبتشحن بطاريتك، ولا عشان الاخبار المره دي كويسه بالنسبه لك؟ يعني بصراحه فرحان فيكم، مش قلتلكم الذكاء الاصطناعي جاي وقرب علينا خلص وبكره هقدم البرنامج لوحدي؟ ما تلم نفسك يا عم توت، وافتكر اصلا ان انا اللي شغلتك في البرنامج. ها عندك حاجة على شات جي بي تي ولا نروح؟ بهزر معك يا فايق، انت بتقفش ليه؟ طب كفاية بقى هزار يا عم توت. انا سمعت عن تقنية للذكاء الاصطناعي جديدة اسمها الذكاء الاصطناعي التوليدي في سيليكون فيلي، الكلام ده بصح ولا ايه؟ بجد يعني؟ ايوه صح يا فايق، دي اصل الحكاية. الذكاء الاصطناعي التوليدي هو ان الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى عنده القدرة على الابتكار. معقولة؟ يعني الذكاء الاصطناعي التوليدي يقدر يتكلم على حاجة مش موجودة اصلا؟ طيب اللي انا فاهمه انه الشات جي بي تي بيتكلم على حاجات موجودة بالفعل، لكن حضرتك بتتكلم على التوليدي،
انه بيتكلم على شيء من العدم، من الخيال، مش موجود اصلا. ايوه، يعني قبل ما يعملوا تشات جي بي تي كان في برنامج اسمه دالي. الابليكيشن ده تقدر تطلب منه يرسم لك اي حاجة تيجي في دماغك. اي حاجة زي ايه يعني يا توت؟ يعني لوحة مثلا؟ يعني ممكن تطلب منه يرسم لك شخصية كرتونية زي ميكي ماوس بتكنيك فان جوخ في الرسم. يا سلام. ممكن تطلب منه اي حاجة. طيب تعال نشوف فيديو مع بعض للابليكيشن ده يا توت. Have you ever seen a polar bear playing bass? Or a robot painted like a Picasso? Didn't think so. DALL-E 2 is a new AI system from OpenAI that can take simple text descriptions like a koala dunking a basketball and turn them into photorealistic images that have never existed before. DALL-E 2 can also realistically edit and retouch photos. Based on a simple natural language description, it can fill in or replace part of an image with AI-generated imagery that blends seamlessly with the original. It's called inpainting. In January 2021, OpenAI introduced DALL-E, a system that could generate images from text, like this avocado armchair. DALL-E 2 takes the technology even further with higher resolution, greater comprehension, and new capabilities, like inpainting. It can even start with an image as an input and create variations with different angles and styles. استنى استنى، انا سامع طول الفيديو عمالين بيقولوا اوبن اي اي اوبن اي اي، مش هي دي الشركة اللي عاملة الشات جي بي تي يا توت؟ ايوه سبقتني يا فايق، ما انا كنت لسه جاي لك في الكلام. الشركة دي بتستثمر في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبعد نجاح برنامج ديالي عملوا تشات جي بي تي اللي نجح نجاح جبار اول ما نزل في نوفمبر اللي فات، وقدر يستحوذ على اكتر من مليون مستخدم في وقت قياسي. يعني شات جي بي تي يقدر النهارده يطلع محتوى مش موجود اصلا، يعني يبتكره؟ بالضبط كده، عن طريق الويب سايت تقدر تتكلم معه زي ما انا وانت بنتكلم كده. وهو هيرد ولا هيبقى لسانه طويل زيك كده؟ ده احسن مني، ده بيجاوب ويتناقش وكمان يقدر يبرمج. ما تقولش على نفسك كده يا توت، ده انت ابننا برضه. اوعى تمشيني وتجيب تشات جي بي تي. خليك امين بقى يا توت، وقول ميزات البرنامج للاخر. بصراحة كمان هو يقدر يعمل تصليح لغوي ويقدر يلخص موضوعات ويحل مسائل. والله يا توت عاوز اقول لك احنا اخر جيل تعب في الدراسة. تعالى بقى اوريك فيديو للشات جي بي تي وهو بيحل مسألة بالنيابة عن طالب في الدراسة. Look at this. Let's say I have this problem. I just copy from my like homework. I'll paste it. And within seconds, it literally shows you how to do it, says how to do the math, and at the end, the answer is wait, it's coming. The answer is B. B. And then you can go to the exam. We go to B on number 5. Question 5. B. ها، تعرف تحل المسألة دي لوحدك بسرعة دي يا توت ولا لأ؟ لو سمحت بلاش تقارني بزمايلي، أنا عندي ميزة تانية. يا شيخ، اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش وأنت جاي ونافش ريشك في أول فقرة. اوعى تمشيني يا استاذ فايق وتجيب تشات جي بي تي، ده انا حبيبك. دلوقتي بقيت استاذ خلاص يعني؟ ماشي يا عم توت، عامة لسه ملفاتنا ما خلصتش ولسه عندنا كلام كتير قوي يتقال على الشات جي بي تي. ودع جمهورك بقى يا توت. سلام.